عزيزي المشاهد اهلا بيك، وحوار سريع جدا مع مطرب الشباب. مطرب دمه خفيف، يلا نسمع غنوة للمطرب علي حميدة. يا اهلا. لو حبيت النهاردة تقدم نفسك للسادة المشاهدين تقولي؟ اقدم نفسي، ناس اعتقد عارف علي حميدة كويس فنيا، ولكن اقدم نفسي برضو البدوي البسيط القادم من الصحراء اللي مصر كرمتني بانها تعرفت فيها وتشهرت فيها. وربنا القاهرة. القاهرة طبعا. أيوة. احنا عندنا ملوك مصر. اهلا بيك واهلا بيك في القاهرة. اهلا بيك يا ستكون. والحالة الاجتماعية؟ اعزب، ابحث عن عروسة بصراحة. احنا عايزين بقى النهاردة نتكلم بصراحة، تسمح لي؟ طبعا. وبدون زعل؟ ابدا. عايز اقول، اول ما غنيت لولاكي، فترى اغنيه لولاكي هل هي اللي نجحت علي حميده ولا علي حميده هو اللي نجحها؟ والله ده رايي دايما بيتردد في الاوساط الفنيه، ولكن اخر كلمه قالها الفنان الموسيقار عمار الشريعي، قال لولاكي كلامها كويس ولحنها ممتاز، ولو اتغنت بصوت غير علي حميده ما كانش فخدت وضعها اللي هو فيه. ودي وجهه نظرك؟ والله هو اصدق مني في التعبير. طيب لو غناها مطرب اخر غير علي حميده كانت نجحت بنفس النجاح؟ هي كانت هتنجح الى حد ما، لكن هي تميزت بان صوتي فيه نوعيه معينه من النبرات والعرب هي اللي خلتها تنجح. ده ثقه بالنفس. لا، هو اللون مميز بيه بس. قلت مره ان انا بقدم اغنياتي والحاني بايقاع سريع جدا بيناسب العصر اللي احنا عايشين فيه وليس عصر جلسات المصاطب، صح؟ ده كلام سليم. وبدليل ان البرنامج بتاعك ده 10 دقايق اهو. ليه ما يكونش ساعه ونص مثلا؟ نروح كده. طيب. طب يعني انت تقصد ايه بجلسات المصاطب؟ المصطبه زمان كنا نقعد عشان نقوم، اقعد نص ساعه لما اقعد على بقوم، وكنت كلت فته وتقلت في الاكل كده وبراحه واسمع حاجه بالراحه، مع العلم ان انا لازلت من سميعه المصاطب، لازلت اسمع ام كلثوم وعبد الوهاب والحاجات دي، عربيتي كده فيها كده. يعني نقول الاصاله والطرب من وجهه نظر سيادتك جلسات ومصاطب؟ طبعا لازم. هي مش بقولك سلطنة؟ يتسلطن الواحد قاعد على الكنبة السلطنة ويسمع بمزاجه بالراحة وعلى مهله شوية، حتى الشاي يشربه بالراحة شوية شوية. ده بيتسلطن. عايز اقول حاجة ومش عارفة انت هترد عليها تقول لي ايه. اقولها انا؟ قلت مرة في جريدة من الجرايد ان الفرق بيني وبين عبد الحليم حافظ ان عبد الحليم اول ما ظهر الناس بنفس اللفظ ضربته بالطماطم، وانا اول ما ظهرت الناس استقبلتني بالورد والزهور. ممكن حضرتك تفسر لي انت كنت تقصد ايه بالعباره دي؟ هو طبعا طلعت في جريده، هذه الجريده معروفه انها عمرها ما كتبت عني كلمه كويسه، تهيالي ممكن تكتب عني في يوم من الايام النعي بتاعي بس. لكن صراحه وبصدق يعني، انا حتى لو كنت بكره عبد الحافظ، هل انا من الغباء ان اقول كلمه زي دي؟ عبد الحليم حافظ ده نبض حياتنا. عبد الحليم حافظ هو شخصيه مصر في غناء. وعبد الحليم حافظ هو الفتره الانتقاليه ما بين الثوره والوقت اللي احنا فيه حاليا، اللي فيه اثبتنا شخصيتنا المصريه الثوريه الفكريه الناضجه. واخد بالك ازاي؟ انا ليه ممكن اقول كلمه زي دي؟ عبد الحليم لما طلع ممكن على المسرح الناس هجمته عشان كان لون جديد، ولكن اصبح حاليا هو الرمز في الغناء. حتى في التعبير الدارج نقول لك يا ابني انت عامل نفسك عبد الحليم حافظ. اللي بيغني ده عامل لي عبد الحليم حافظ. لا، عبد الحليم هو عبد الحليم، ولا زال عبد الحليم، وسيبقى عبد الحليم ممثل جيلنا وما قبلنا وما بعدنا. لو طلبت منك انك تغني اغنيه لولاكي برتم قديم او بزمان تقول ايه؟ يا خساره معايا لو كنت قلتها لك. لولاكي لولاكي ما حبيت، لولاكي لولاكي ما غنيت، لا الشمس تطلع لا 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 بدر السماء، لا القلب يعشق لا 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 لي يا عزيز غالي، انت الهوى والشوق والعشق والمعشوق، بيكي انا غنيت.
بيكي انا خنيت. الاغنية دي لو بين القديم بين ام كلثوم وعبد الوهاب وفريد الاطرش وعبد الحليم حافظ كانت هتنجح. هي كلامها حلو. انا عايز الاجابة نعم يلا. لا تنجح. رمضان كريم. واحنا في الشهر الكريم مطلوب منك انك تبعت تلكسات لشخصيات، انا هقولك العبارات وانت هتبعتها وتقول امضاء بس علي حميدة. مين اللي هتقوله نجاحي لم يكن من فراغ والجمهور هو الحكم الوحيد وشهادته بتكفيني؟ دي اولا الصحفي اللي كتب نفس المقالة عن عبد الحليم حافظ، وكتب من كم يوم بيقول وفاة اغنية لولاكي. لا وفاء الاغنيه لك ما توفتش بدليل ان البرنامج ده اتسجل بعد هذا الخبر، ان كنت لسه فاكرني. ومين اللي هتقول له من حقك الاهتمام بالنجوم الكبار لكن من فضلك نظره للنجوم الشباب؟ للموسيقار العظيم محمد عبد الوهاب. تتمنى تغني له حاجه؟ ما في شك ان عبد الوهاب ده منتهى طموحات الانسان، يعني الانسان اللي كان يعني الشاب يجري في حياته يسعى عشان يبقى عنده بيت ويتجوز يستقر يبقى حياته ومستقبله. هذا الفنان طموحاته ان عبد الوهاب في الاخر يلحن. كل واحد في حياتنا بيبقى مش راضي عن حاجه معينه في حياته. لو حب علي حميده النهارده يصفي حساباته مع حظه ونصيبه في الحياه يقول ايه؟ والله انا لما جيت من مرسى مطروح للقاهره وحبيت اغني كنت طبعا حبا للفن ودخلت بعد موسيقى وربنا وفقني وتخرجت وبقيت معيد في المعهد استاذ المعهد. غنيت وقبل ما اغني كافحت كفاح مرير، ويمكن سيادتك عندك فكره ان من 10 سنين معتمد في الاذاعه والتلفزيون كمطرب، ولما نجحت واجهت هذه المصاعب الغير عاديه. يعني نقاد يعني مفيد فوزي حبيب قلبي وصديق وحبيبي بينتقدني انتقاد شنيع جدا، ليه ما اعرفش ليه مفيد فوزي قال لي انت راعي غنم لا تصلح تكون مطرب، رغم انه هو على فكره اي مناسبه خاصه يكون جايبني انا بس اغني فيها. طيب وانت دي زعلتك؟ لا طبعا لانه هو حبيبي. صريح في حوار صريح.